مر تقريبا 20 دقيقه شريف الوزاني لكن ياخذها لاعب رقم 12 عمي كيشوف الخطا والقذف والهدف هدف لصالح نيجيريا هدف لصالح نيجيريا وفرحه اللاعبين وفرحه الجمهور بطبيعه الحال اللقطة ولكن من أمونيكي عود الكرة وشوف كيفاش القذفة والهدف الإقصاء بالطريقة اللي نعرفوها في منافسات كأس إفريقيا والإقصاء في كأس العالم هو اللي أثر يعني بدرجة كبيرة على الفريق الوطني الجزائري محاولة دائما إصابة الفريق الوطني الجزائري ويلا والحال شوف الهدف ربما الهدف بالفعل الهدف لصالح الفريق الوطني الجزائري شي جميل يسجل الفريق الوطني هدف التعادل لاعب رقم 13 نسجل